بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. أولا شكرا جزيلا لكل جمهور النادي الأهلي اللي كان موجود في المدرجات النهاردة، جمهور عظيم، جمهور يستحق كل الاحترام، يستحق كل حاجة حلوة في الدنيا. يعني بيني وبين حضراتكم، الواحد لما بيطلع بيطلع عشان خاطر الجمهور فقط، ما بيطلعش عشان خاطر حاجة تانية. اسم النادي الأهلي طبعا قبل أي شيء، وجمهور النادي الأهلي الحقيقة، لأن جمهور النادي الأهلي النهاردة كان في كلامي مع بعض المشجعين للنادي الأهلي، كانوا يعني بيتكلموا معايا عن حلقة يوم الجمعة اللي طلعنا فيها، وبيقولوا لي أنت كان عندك بعد المباراة، يعني بيقولوا لي أنت كان عندك حق، وإن إحنا كان لازم نبقى في ظهر نادينا. وزي ما قلت لحضراتكم يوميها إن جمهور الحسن النية ده هو جمهور النادي الأهلي، لكن لما كنت بتكلم عن جمهور السيء النية ده كان جمهور بعض من لا يشجع النادي الأهلي يعني. لكن في النهاية أنا ما عنديش أي مشكلة، طالما جمهور النادي الأهلي مبسوط وسعيد النهاردة إذن كل حاجة حلوة، كل حاجة هتفضل حلوة، لأنه الجمهور هو الحاجة الوحيدة اللي في المنظومة الرياضية ما بيعملش أي حاجة إلا أنه هو بيحب ناديه، بيدفع من جيبه، هو العنصر النبيل في هذه المنظومة الكبيرة جدا اللي حضراتكم شايفينها. هو مش مستفيد خالص غير حاجة واحدة بس، فرحته بناديه أو بلعبته أو بإدارته أن هم يكسبوا، مش مستفيد أي حاجة تانية، أي حاجة تانية مش مستفيدها. من امبارح عرفنا أن التذاكر على موقع تذكرتي كلها نفذت امبارح في مباراة اليوم. النهاردة شفنا ايه اللي حصل في هذه المباراة، الجمهور وصل رسالته بمنتهى الأدب، بمنتهى الاحترام، بمنتهى زعلان من اللعيبة وصل رسالته، زعلان من الجهاز الفني وصل رسالته، زعلان من الإدارة وصل رسالته، زعلان من كل الناس وصل رسالته بمنتهى الاحترام. هو ده جمهور النادي الأهلي، وهو ده الفارق الكبير ما بين جمهور النادي الأهلي وأي حد تاني. الأهلي كيان كبير جدا جدا جدا، وكان للجمهور رسالة واضحة كل الناس شافتها. لو تقدروا تجيبوها لنا على الشاشات يا ريت يا شباب تحطوها لنا، وهي ترسيخ مبادئ النادي الأهلي أهم من البطولات، وده مبدأ كل من ينتمي للنادي الأهلي على مر العصور. بالمناسبة كل جمهور النادي الأهلي اتكلم في هذا الأمر، أهو زي ما حضراتكم شايفين من ملعب المباراة، رسالة جمهور النادي الأهلي للجميع، للجميع، ترسيخ المبادئ أهم من البطولات. ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دائما ما يظل جمهور النادي الأهلي واقف في ظهر إدارته، واقف في ظهر لاعبيه، واقف في ظهر جهازه الفني. النهاردة شفتوا تحية الجمهور، هذا الجمهور الرائع اللي بنرفع له كلنا القبعة، شكرا جزيلا ليك يا جمهور النادي الأهلي، لأن أنت النهاردة الأداء اللي في العشر دقايق جبنا فيه جونين ده هو ده الاداء اللي احنا كنا مستنيينه. وبالمناسبه مقبول جدا الاداء النهارده، محدش يقول لي برضو انت بتطبل، محدش يقول يا جماعه الكلام ده من فضلكم، لانه الكلام ده غير حقيقي، غير حقيقي. هنفضل في ظهر نادينا، وهنفضل في ظهر لعيبتنا، وهنساند لعيبتنا لغايه ان شاء الله ما ربنا يكرمنا وناخد الدوري. ما عنديش اي مشكله ان فريق تاني يكسب، الفريق الزمالك يكسب، بيراميدز يكسب، اكسبه، ما عنديش مشكله، ولكن يظل دائما النادي الاهلي فوق جميع كل الناس، مش اي حد، فوق جميع اهل ابنائه يعني. يعني اقصد انه في النهايه اللي عايز يكسب يكسب، انا هفضل في ظهر ناديه، هو ده هو ده، انا بعمل كده عشان خاطر الجمهور ده، هو ده الجمهور حسن النيه، اللي عايز، اللي زعلان من اللعيبه بس بيوصل لهم رساله تحفيز، مش بعض المندسين اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي، برضو بعض المندسين اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي وقاعدين ورا الكيبوردز وبيتكلموا كلام غير صحيح بالمره. وطلعنا قلنا لحضراتكم الكلام ده كل يوم الجمعه، انا ما برجعش في كلامي في حاجه ابدا ابدا، لانه هذه هي الحقيقه وبالمستندات وبالشواهد. اللي حصل يوم الجمعه ده ناس حصلت ان هي زعلانه كتيره جدا، ولكن همها الاول والاخير ايه؟ النادي الاهلي ولاعيبته، وان النادي الاهلي يكسب، مش همها حاجة تانية، مش همها تهد المعبد، لأن مفيش حد من جمهور النادي الأهلي عايز يهد معبد، استحالة. كل اللي بيتكلموا دول وجبنا أكاونتات فيك موجودة وتابعة لناس معينة، وحنوري الناس هيحصل فيهم إيه الفترة اللي جاية، وعشان تعرفوا إن دول مش أهلاوية فعلا، بيشجعوا نادي تاني خالص، هم دول الجمهور السيء النية اللي أنا كنت بتكلم عنه. الناس اللي مش حاسه وما تعرفش قيمه النادي الاهلي. لكن
الشباب اللي كان موجود النهارده وصل رسالته بمنتهى الاحترام، بمنتهى الادب، بمنتهى الاخلاق. احنا زعلانين منكم في كذا وفي كذا وفي كذا. اللي عندنا الاخلاق اهم من البطولات، وده حصل زي ما حضراتكم شايفين، مش فارق معانا اي حاجه. وعلى الرغم من كده كسبنا، وكسبنا في مباراه انا بشوفها مباراه صعبه جدا جدا جدا، مباراه الجونه، واللي جاي اصعب واصعب، وهنفضل في ظهركم وهنفضل ورا لاعيبتنا. ما عنديش مشكله، اللي عايز ينتقد ينتقد، طالما من جمهور النادي الاهلي يبقى بينتقد باحترام ونقده فوق دماغي من فوق. لكن انا عارف الناس اللي داخله، او بوصل للناس اللي داخله تشتم وتعمل وتشتم في لعيبه عشان يهدوا المعبد، ودول ما بيشجعوش النادي الاهلي. اللي انا بتكلم عليهم دول ما بيشجعوش النادي الاهلي، بعض من لا يشجع النادي الاهلي.